السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتشرف كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بتقديم سلسلة من الفيديوهات لشرح التعليم عن بعد، وفي هذا الفيديو سيتم تناول كيفية وضع امتحان أو كويز أو assignment على جوجل كلاس روم بحيث يساعد على عملية التعليم عن بعد. نبدأ إن شاء الله. احنا زي ما شايفين انا بدخل على جوجل كلاس روم، سواء انا كنت منزل الابليكيشن او بدور عليه في البراوزر نفسه. بعد كده بدخل على كلاس وورك. انا دلوقتي عاوزه اعمل assignment، فبقول create. عندي assignment, quiz assignment, question material، فانا بختار الquiz assignment. باجي هنا في الكويز اساينمنت، اول حاجه عندي التايتل، هسمي التايتل دوت ايه، وليكن مثلا هسميه براكتيكال كويز. الانستراكشنز اللي هي التعليمات اللي انا عاوز احطها للطالب، يعني مثلا هقول له هنا انستراكشن مثلا insert your email، ماشي. هقول له مثلا insert your email، مثلا هقول له write your full name. اوكي، طيب هاجي هنا بقى. دي اللي هي نقدر نقول عليها ايه، التظبيطات بتاعت الامتحان. فاول مثلا حاجه انا عاوزه اعمل الامتحان دوت لانهي جروبز على الكلاس روم. فمثلا انا اخترت ان هو هيبقى للكلينيكال فارماسي جروب او كلينيكال فارماسي كلاس روم لاول ستودنت. انا هدي لكل الاول ستودنت البوينتس الامتحان دوت منين، فليكن مثلا هيكون من 20 درجه. تمام. هنا بقى الديو، الديو توقت يعني معناه ايه؟ معناه ان انا الامتحان عندي دوت هيقفل بعد قد ايه؟ ماشي؟ المفروض في الامتحانات الاونلاين ان انا بحسب الوقت الفعلي للامتحان وبضربه في 2، عشان متوقع ان مش كل الطلبه تدخل في الامتحان في وقت واحد. فمثلا انا لو عندي الامتحان سي هياخد 10 دقائق، فانا المفروض ان الامتحان يقفل بعد تلت ساعه، فباجي هنا بظبط الديو تيت اند تايم. الديو تيت مثلا انا الامتحان دوت انا هيبقى بكره 5 ابريل، ماشي. التايم ماشي انا عاوزاه مثلا انا هخليه يفتح الساعه 9 الصبح، يبقى انا عاوزاه يقفل 9 وتلت. انا هقول هنا ان التايم مجرد ما بكتب له ايه ان هو بيظبط التايم. اوكي، يبقى كده الامتحان بكره هيفتح 5 ابريل، هيقفل 9 وتلت، ماشي. طيب ايه التوبيك؟ التوبيك دي بقى اوبشن سهله قوي، ان انا بخلي بعمل له مثلا كل الكويزات في توبيك. فانا مثلا هسمي دوت كويز ان الحاجات اللي هيلاقيها هنا هتبقى في توبيك الكويز. طيب نبدا بقى. البلانك كويز دوت هو دوت الفورمات الاساسيه اللي عندي انا بشتغل عليها، وهوريكم هنعمل عليها ايه. بفتح البلانك كويز، متوقع ان اول جزء في الكويز ان هو هيكون البيانات الاساسيه بتاعه الطالب، يعني اسمه، الاي دي، الايميل، وات ايفر. فانا باجي هنا بختار نوع السؤال، فانا هختار شورت انسر. تمام، هكتب له هنا نيم، اوكي، وسايب لي مكان للشورت انسر. طيب انا هل انا عاوزه الطالب ممكن ما يكتبش اسمه؟ لا، انا بالنسبه لي بياناته الاساسيه دي حاجه ريكوايرد، فهاجي هنا افعل زرار الريكوايرد. طيب ما هو ممكن الطالب يجي هنا في النيم يكتب اي حاجه، 1 2 3، ما يكتبش اسمه مثلا. فاجي هنا في ال 3 بوينتس دول واعمل ريسبونس فاليديشن، اختار response validation، واختار هنا ان انا عاوزاه يكتب تكست، ماشي، اسمه يبقى تكست.
يبقى هو لو كتب اي حاجه غير اسمه مش هيقبلها الجوجل. طيب الانسر كي، لا هنا طبعا ما عنديش انسر كي، مش هحط بوينتس ولا درجات على ده. طيب هاجي احط سؤال كمان، برضو انا هنا عاوز اكمل بيانات الطالب، فهختار شورت انسر. الكويتشن هيبقى مثلا الاي دي، اوكي. نفس الكلام دوت بالنسبه لي حاجه ريكوايرد خلاص. وهنا مثلا الريسبونس فاليديشن انا عاوزاها نمبر خلاص. سي مثلا انا بدي للفرقه الرابعه فهم ارقامهم بتبدا من 4000، يبقى هقول greater than or equal to 4000. اوكي طبعا برضو مش هحط لا انسر كي ولا هحط نمبرز. طيب في حته بقى مهمه جدا هنا، انا دلوقتي عندي الطالب ملى البيانات الاساسيه بتاعته، هل انا عاوزاه ياخد فكره عن الامتحان قبل ما يبدا يحل وقبل ما يبدا يكتب بياناته، ولا انا عاوز الامتحان ما يفتحش الا بعد ما يكون هو دخل بياناته؟ لا انا عاوز الامتحان ما يفتحش الا بعد ما يدخل بياناته، عشان كده هعمل حاجه اسمها اد سيكشن. يبقى هو لا يمكن هيدخل على سيكشن 2 الا ما يخلص السيكشن 1، الانستراكشنز بتاع سيكشن 1 اللي هي كانت النيم والاي دي. طبعا ممكن هنا احط ايه جيميل، احط اي بيانات اساسيه انا عاوزاها للطالب. طيب سيكشن 2 دوت وليكن مثلا انا هختار ان هو يبقى تشوز. اوكي هختار هنا اد كويتشن. بصوا بقى في التشوز، لو انا جيت فتحت انواع الاسئله هلاقي ان انا عندي شورت انسر، باراجراف، مالتيبل تشويس، تشيك بوكس، دروب داون، فايل ابلود، لينير سكيل، مالتيبل تشويس جرايد، تيك بوكس جرايد. تعالوا نفهم بسرعه الفرق بينهم عشان نشوف الدنيا فيها ايه. شورت انسر يعني الاجابه تبقى قصيره، باراجراف يعني هيكتب كلام مور ديسكاست. طب مالتيبل تشويس يعني ما ينفعش يختار الا اختيار واحد بس. التشيك بوكس بوكسز لا ممكن يختار اكتر من اختيار خلاص. الدروب داون ان هو زي الماتش كده خلاص. فايل ابلود يعني ممكن اكون انا مثلا طالبه منه يعمل اساينمنت معين ويوم الامتحان يعمل ابلود ليه، فيروح جاي عامل لي ليه ابلود وهو بيحل الامتحان. اللينير سكيل اللي انا بديله جريدز من مثلا من 1 تو 10 خلاص، فتبقى المينيمم سكيل او المينيمم بوينت هي ال1 واللارج او اللارجست بوينت هي ال10 وهو يبدا يختار. تمام فانا هنا اسهل حاجه عندي هي المالتيبل تشويس. لو انا مش عاوزاه يختار غير اجابه واحده فانا هختار المالتيبل تشويس، لكن لو انا عندي ممكن تكون اكتر من اجابه صح فانا بختار التشيك بوكسز. فانا هاجي هنا في المالتيبل تشويس هكتب هنا مثلا السؤال red is a واختار option 1، color option 2، food option 3، drinks مثلا. اوكي وهيجي هنا تحت اقول له الانسر كي ادوس عليها اختار ان هي كالر. طب السؤال ده انا عاوزاه من كام؟ وليكن مثلا من 5 درجات خلاص، واقول له ده يبقى كده هو اختار السؤال. وطبعا انا عاوزه برضو ريكوايرد، ما حته بقى ان كل سؤال احط له الريكوايرد ديت مهمه علشان انا مش عاوزاه يكون في اي سؤال هيفوته، مش عاوزاه يخرج من الامتحان الا وهو حل كل الاسئله. هناخد سؤال تاني ماشي، وليكن مثلا ايه مثلا هنقول كلينيكال فارماسي is patient orientation ولا drug
orientation. ولا برضو هيختار الـ answer key إن هي بوست، وبرضو الدرجات من 5 point، وأقول له إيه done. برضو دي أنا عاوزاها required. نختار سؤال كمان، مثلا نختار هنخليه أوكي. دخل سؤال تاني، وليكن مثلا Friday is day week month. نفس الكلام دي اختار انسر صح، وهنا البوينتس من 5 و دون، وبرضو عاوزاها ريكوايرد انسر. طيب دي كده فكره ان انا ازاي بحط الاسئله. هو هنا في الامتحان اما يجي الطالب يبص هيلاقي نفسه ان هو مش هيقدر يدخل على سيكشن 2 اللي هو فيه الاسئله الا لما يكون خلص سيكشن 1. هاجي بعد كده علامة العين ديت اللي هي بريفيو، يعني هيوري لي الشكل اللي هيظهر للطالب. فأنا لو دوست على البريفيو كده ده شكل الامتحان، لو جيت دوست نيكست عمره ما هيفتح لي إلا لما أنا أجاوب له على ده. تمام خلاص أنا كده خلصت. هرجع للبلانك كويز، هرجع للجوجل كلاس روم، هيجي هنا بقى في الحته المهمه ديت اساين، فانا بختار سكيدول. سكيدول يعني انا هو هيفتح 5 ابريل وهيفتح الساعه 9، يبقى الامتحان ده مش هيبان للطلبه الا بكره الساعه 9 الصبح. اخر حاجه خلاص بعملها ان انا باجي في البلانك كويز وبقول له سند. خلاص ممكن سند باي ايميل او العلامه اللي هي عامله زي دبوس المكتب دوت، لو دوست عليها بيجيب لي اللينك. ممكن اختار اللينك كله كابي، او ممكن اختار شورت يو ار ال اللي هو عمل اختصار واختاره كابي، ويبقى هو ده اللينك اللي هيتبعت للطلبه ويستخدموه لدخول الامتحان على جوجل كلاس روم. الف شكر، اتمنى ان يكون الشرح مبسط ويكون وصل.